انا في عمري 55 عام، بنت 67، عندي بنيه وحده وصد ربي، وعندي ثلاث الحفيدات كاين ملايكه. كنت نخيط في ديك الوقت اللي كانوا محتاجين الناس للكمامات، كنت انا خياطه اصلا، كنت نخيط الكمامات وتنفرقهم. يلا مشيت للمدرسه ديال الفارابي اللي كاينه في الويفاق، يلا دفعت واحد ثلاثه ديال الكمامات راجعه للدار باش نتغدى ونصلي ونمشي باقي للمدرسه اخرى. هما تلقاو لي شفاره، جروني من فوق البيكالا، طيحوني تحت على راسي، دابا راه تندوخ، طحت على ركبتي. اللي مشيت للسبيطار ديال سميتو، مشيت بعدا عند اختصاصي وتقادوا لي الفلوس الترويد. يلا درت 8 ديال الحصص، تقادوا لي الفلوس، تأزمت ماديا، تعصبت وانا ندير كلينيكس والكمامات. خديت واحد المبلغ بحال 1000 درهم ومشيت لانزكان، شريت سليعه وبديت نطور المشروع ديالي ان شاء الله، وهنا غادي نسيرها لقدام. تنبيع الزيوفه، تنبيع الكيوسك، الطابليه، تنخيط شي حاجه نبيعها، المهم اشياء كثيره، المحك ديال القدام كل شيء. هذا البيكالا واحد الرابط بيني وبينها، سبحان الله العظيم، هي التوام ديالي اللي قال لي بيعي لي. حتى الناس اللي قالوا لي بيعي لي، اصلا راه ثقيله ماشي ديال الحديد. لا شريتها، شريت عند واحد السيد ب 12000 ريال. دعموني الدراري الشباب، اكثر الشباب، سبحان الله، تيشوفوا فيا امهم، تيشوفوا فيا، دعموني معنويا ماشي ماديا، ولكن الله يكثر خيرهم. كان ديك الساعه تنبيع كلينيك، تيدعوا تيشروا عندي، تيتعاونوا معايا، الله يكثر خيرهم والله. الا باش كملت المشوار. كاين اللي تيضحك، فهمتي، كاين سبحان الله العظيم، كاين اللي تيضحك، تنقول لها علاش تضحك، واش تيشي مشهد كوميدي؟ تتقول لي لا، واحد الفكره جديده درتيها، تنتمنوا العيالات كلشي يديروها زعما، وطيح لهم الفكره، حيت بزاف كثر عندنا حنا التسول، كثر عندنا. اول شخص عاقله عليه، اول شخص دايزه مع باب سته ودازت لها تجي واحد السيد ملتحي وفوقيا وانسان وقور، ودار لي بحال هكا، قال لي تبارك الله عليك يا لاله، عرفتي، وحسيت بشي حاجه في قلبي. وجوج الناس غادي نشكرهم في هذا المنبر. واحد السيد تنحط البيكال ديالتي فم بابو، تيقول لي حطها لي فم، حطها فم الباب ومتحت ما غيهضر معاك. وواحد مول القهوه، اش غنقول لك، تبارك الله عليه، تينقص لي نصف الثمن، وما تنبغيش تنتحج، ما تنبغيش كاع نمشي نتغدى عنده دائما، غير مره تيبيع الحوت القهوه ديال باب السبعه. واحد السيد تيقول لي السي حسن، الله يعمرها دار، الله يعمرها دار. بغيت ندير شي كريريسه ان شاء الله، ومن تما حيت بدات تغلبني البيكالا مع الثقل، غنقص السلعه، بدات تغلبني تاكلني مع الركبه ديالتي. بغيت شي كريريسه تكون صغيره ونجرها ان شاء الله، هذا الشيء الله يكمل. وبغيت نتعالج، بغيت الركبه، هي راه غير الفلوس اللي ما عنديش باش ما عالجتهاش، هي خاصها عمليه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.